أجواء كبيرة، يظهر لي دو جامي فيو. هذه حتى البارح الرئيس حكى لي قال لي شفنا الاجواء وانه توقف العباد النشيد الوطني التونسي، هذا اللي مشينا عليه الكل هنا كمدربين كديزاتليت كل ماشيين عاجل الحاجه هذه، عاجل مش نرفعوا رايه البلاد، عاجل مش توقف العباد النشيد الوطني. ضحت العباد الكل باللي عمل ميداي باللي ما عملش، خاصة اللي ما عملوش ميداي نتمنى انه يكون الالتفات لهم، خاطر اللي عملوا ميداي مش صحيح مش تتحسن الوضعيه نتاعهم، ما عملوش ميداي راهم ينجموا يعملوا، مش اللي شارك واللي جا كاتريام وسانكيم راه مش هو ضعيف، توفر له ظروف قدر يقدم، خاطرش انت كي توفر الظروف مش يكون مرتاح هو في باله، نجم يترين نجم يقدم. واحنا بالظروف اللي شفناها معناتها في باريس معناتها مقارنه بالدول الاخرى حتى الماتريال حتى سبونسورينغ معناتها ترى قوه سبونسور قوه معناتها ماتريال تولي هكا تقول يا ربي انا نوما اولادنا حتى ليكيبمون كل شيء انتم احنا تونس حكيتها لي جيت وصلت لي برشا ميساجات كيما كيكا، احنا تونس مشينا بالقلب نمشوا بالقلب نمشوا بالجرينتا نمشوا انه ما يسالش كلها لنا جايه تحب تحسن ظروفها تحسن ظروف عائلتها تحب ترفع رايه البلاد، ما مش يوقف حتى شيء قدام التوانسه، وكما يقولوا التونسي ماهوش حاجه ماهيش مستحيله على التوانسه والتونسي محرحر يقولوا ايه، وان شاء الله ديما نواصلوا في الشيء هذا. رؤي ما خديتش الذهب كما صحابك كما يظهر لي والكرسي اكزاكتلي تروا ريكور مونديال تاعو في كرسه واحده تبارك الله، بالعكس خدموا لك رؤي اللي خدم عليه رؤي لعب لهم كان باش يدخل خاطر هي مفاجاه الكومبيتيشونات تنتظر ما تعرفش الاول الثاني الكورس سته قويين نتاع رؤي نحب نشكروا عليها من اقوى الكورسيد فوتور كونسلتانت والله لا رؤي تفاعلنا معانا لا لا عندي في الاتليتيزم سي بون والله سي بون صححت معنا سي بون لا برجلي رؤي يعطيه تحيه خاصه خاطر كانت معدن مذهب هذيك تستنى ومالغري الظروف اللي مر بها تحداها رؤي وبقى باش يجيب لنا ضرب بالتكتيك نقز بالارجون كان يدخل كاتريام ولا سانكيام جمله هكا عملت لنا ترانزيسيون تاع الفيتير جي عام من بعد رؤي كان حاضر معنا رؤي مر بظروف صعيبه برشا برشا الى كونفيرمي في باريس وتاك عطاتني ترانزيسيون حسام غراد وانكور عمر مالك البوديوم في نفس الدورة في أكبر تظاهرة رياضية بارالمبية في العالم ماهوش حاجة سهلة، واللي أصعب منها إنه السيد هذا رؤي الجبابلي كان ينجم ما يكونش موجود في باريس، رؤي عامل تالي وحكاية بتاع بيرمي مش لازم نرجعولها يلقى روحه موقوف وممنوع من ممارسة الرياضة، وحتى المنح المرصودة ليه من الوزارة نحاته رؤي حسب الظلم وبالقهر. حسبي الله ونعم الوكيل فكل انسان ظلم على خاطر لا مدريت حتى احد لكن فما لا اله الا الله اسمعني رؤي كان قريب من انهاء مسيرته الرياضيه وهو البطل العالمي باش تضيف على رايت باش تعاودها من الميداليات باش تكونفيرمي ان شاء الله في باريس ان شاء الله روح البيرمي العزيمه اللي خليته يتحدى النقص ونظر اللي يعاني منه منذ الولاده هي بيدها اللي خليته عاود يرجع ويروح لتونس بزوز ميداليات بارالمبية جدد فضة 1500 وبرونز 400 برافو شامبيون واللي ما يطلقش ما ينجم تاني قوي رؤي تصفيق الحمد لله الحمد لله يا ربي بالحق المشاركة هذه خاصة المشاركة هذه ما كانتش سهلة بالكل بعد برشا تعب وبرشا تضحيات كما تعرف معناها البريود الاخرى معناها كنت حتى بحجر مصفر وكل شيء لكن ربي سبحانه معناها سهل لنا وكنا متواجدين معناها في الجيو بارالمبيك باريس وتحصلنا على زوز ميداليات انا اكثر حاجه الحقيقه حبيت نخدم على الذهب خاصه في اختصاص 1500 ديما نرجع على الذهب على خاطر عملت حتى قيمتها الماديه قيمه ماديه باهيه لكن تحصلت على زوز ميداليات ذهبيه في بطوله العالم باريس لكن ما تحصلش على كيما البدية نتاع البارالمبيك مش كيما المونديال مش كيف كيف من بعد نحسب انا وراه ان شاء الله الذهب البارالمبي بالحق صعيب وبجكتيف هو الذهب البارالمبي ماهوش باش يكون بالساهل وكما قال من الله قبل اصعب حاجه انك تحافظ على البوديوم
كل ما تولي ناجح اكثر كل ما تكثر المسؤوليه وتولي بالحق خاصه قبل الكومبيتيسيون تولي ستريسي اكثر باش انك تحافظ على اللقب وانك تبقى متواجد في البوديوم. نحن قدها والحمد لله وان شاء الله ربي يوفقنا ونبقوا ديما على البوديوم ان شاء الله. مع البوديوم ماذا بفما حاجات تتحسن شويه، انتم في مركز العاب القوات الترينيو في رادس فما ظروف صعيبه حكيناها كان على الفاليد ولا على النون فاليد كيف كيف معناتها ان شاء الله تتحسن الظروف هذه يا رؤي باش اموان تلقاو روحكم حاضرين ومرتاحين وتخدموا في ظروف طيبه. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تحسن الظروف. بالحق سونتر رادس فيه برشا نقائص كما خاصة معناها انديا هو سنتر تاع اتليتيزم وتسمع معناها فما انديا في السنتر معناتها حاجة ما تجيش جملة فهمت. ان شاء الله نتمنى معناها ميساج لسيادة الوزير الشباب والرياضة باش انه معناها ينظر للسنتر نتاع رادس بالحق ويحسن لنا الظروف اللازمة خاصة حتى في المياكلة في السكنة وان شاء الله متفائلين خير احنا باش تتحسن الظروف ونبدأ من رجلين ان شاء الله. صراحة سونتر رادس ماهوش في قيمة الابطال اللي فيه. هذه كلمة نجم نقولها. فيكتيفمون معناتها في كل مرة نصوروه في كل مرة نشوفوه ليزي امنيا ليزي ايضا الظروف الصحية ظروف المعاش اللي مع فيها حتى انتم تتكبدوا حساعات تلقاو رويحكم في ظروف صعيبة ان شاء الله. ان شاء الله المرة هذه خاطر هذه لو ديسك تيغنا اللي قاعدين نحكيو فيه هكا ولا يا وجدي. وي. انت ديجا بطبيعتك يلزمك تقوم بكري ويلزمك تتدرب ويلزم برشا حاجات يلزم رادس يكون على في مستوى انت تدري بيتك. اكيد اكيد الحقيقة ان شاء الله سرات الاشراف تتحرك في الموضوع ان شاء الله يكون فما اصلاح في سونتر رادس. الحقيقة كيفما تعرف ثريا باش توصل تحسن البرفورمانس تاعك لازمك تكون متوفرت لك كل شيء وتنجم تقول الماكله هي من اهم الحاجات انا باش توصل تحقق برفورمانس بها هي. ان شاء الله سيادة رئيس ان شاء الله سيادة وزير الشباب والرياضه يتحرك في الموضوع ان شاء الله تكون فما اصلاحات في سونتر رادس ان شاء الله. اكيد يعاون هذه الظروف تعاونكم محمد ولا محمد علي معناتها قاعده تقلق برشا الرياضيين. انت اليوم عندك ابطال سيغتانمون فما لونتي شامب فما ابطال اخرين قد تحبوا تخدموا عليهم مش مشكون التركيز كان على الاولاد هذوما يلزمها رادس تتحسن المركز. صحيح والله عانينا برشا من في مركز رادس الأمور الأمنية ما هيش متوفرة بالكل. ثم صعوبات أنا واحد من الناس تعرضت لها خاصة مثلا في رمضان في شهر رمضان معناها باش التدريب يلزمها تكون في الليل باش الأولاد يكونوا معناها فاطرين وينجموا خاصة المسافات الطويلة ينجمش يترين وهو صايم يعني حتى نعملوا ديموند معناها باش يحلوا لي الضوء في الليل ما يحلولناش معناها يبدا عندي معناها شيونس كيما هكا عادي ما يحلولكش الضوء يقول لك ما عندناش عساس ما عندناش معناها انا خاصه المشكله هذه كل عام تقلقني انا ماذا بيا هذه يشوفوا لها حل. بالنسبه للماكله زاد فطور يبدا يجيه مؤخر برشا انا نجي نوصل غاديك نلقاه مازال مفطروش كيف كيف معناها بصراحه معناها الظروف يلزمها تحسن في مركز رادس على خاطر احسن معناها في الموقع موقع استراتيجي عندنا الغابه نتاع رادس وعندنا الاستاد وعندنا الصاله وعندنا الصالة على فكرة زادة ما عادش الصالة نتاع صال مسكيلاسيون ما فيهاش معناها ماتريال بالكل كله مكسر يعني بصراحة ظروف صعيبة والحمد لله احنا نحاولوا ديما نتجاوزوا الظروف هذيا ونجيبوا نشرفوا تونس والمدربين اللي قاعدين يجيبونا في الميداليات وينجبوا وقاعدين يصنعونا في الأبطال فما حظوة لهم شوية فما لكم دعم كيفاش فما ريكونيسونس. والله بصراحة احنا الحلقة الأضعف. لا عاد انا في بالي باش تقول لي احنا مدعمين احنا لا لا جميع ما فماش معناها بصراحه معناها حاولنا توا نكلموهم على الموضوع هذا وبرشا مرات وما ما فماش حتى تجاوب هو حتى في المكافئات تعرف الزملاء كل معناها ياكو دي كونترال برا يخرج وما يخممش معناها بالكل وذيك اللي قاعد يصاير انا جاني كونترا في 2000 و... يعني سنه او سنه اول عام بعد باريس بصراحه معناها انا ما نجمش نخلي المجموعه نتاعي اللي كما حكيت لك اعطيت عهد على روحي اني معناها باش نكون مجموعه كبيره وباش يكونوا نتائجهم كبيره انا فضلت اني معناها نضحي على خاطرهم ما يسالش على خاطرهم يستاهلوا كل خير وما نجمش معناها نخليهم في
يعني في اللحظات الاخيره يعني الاشهر الاخيره العام الاخير خاصه هذا مع العام بارالمبيك، والحمد لله وفقنا ربي وجبنا نتائج معناها ممتازه وان شاء الله عند ربي خير. وكاو احنا ديما اكيد عند ربي خير، اما المهام جدا يتم دعمكم ماديا من المكافئات، خاطر انتم ايضا من المساهمين في الميداليات، نعرف تضحيه كبيره للرياضيين، نعرف اللي هما قاعدين يضحيوا، اما حتى المدربين محمد علي انت زاد مريت بظروف صعيبه برشا برشا صحيه. ما فماش حتى كان الحكايه الماديه معناها. فما اشكاليات قانونيه خاطر الماديه هي علاش خلي اولادنا يمشيوا لبرا؟ قبل كنا يعطيونا هذيك وضع على الذمه، كنا نخدموا مرتاحين معناها تخمامنا تفكيرنا عقلنا كل شيء في الرياضه اللي فك الميداي هذيك باش نجيبوها. توا ولات عندنا مشكل بين التدريس والتدريب، مشاكل قانونيه بحته، نحاو هذا المرسوم نتاع الوضع على الذمه، نلقاو احنا كل مره يجيك مسؤول يقول لك برا اخدم على روحك وهاني معاك، يتنحى هذاك يجي واحد اخر يقول لك هذا فساد قاعد تخلص ما تخدمش. انا نقول لهم اخويا وضحوا لنا امورنا، يا ندرسوا يا ندربوا يا شوفوا لنا حل واضح، مش نقعدوا كل مره يجي مسؤول هو والفكره اللي عنده، هذه تجي هذه ما تجيش، واحنا ماناش فاهمين امورنا. راه مش كان انا، الرياضات الكل راه الفرديه كنا هكا لاقين مشاكل معناها نتاع مشاكل بين التدريب والتدريس. راهو مدرب نخبه راهو راني باش نقول لك يدرب 24 ساعه في مخه يرقد يبدا يخمم في برنامج غدوه، راني ندرب في مرتين في النهار، نروحوا نعملوا فيزيوناج، نتلهوا بالاتليت نهزوه احنا للسونتر ميديكو، احنا نتلهوا له بالكيني، احنا الحلقه اللي بين الاداره كل شيء معناها احنا نعملوا في كل شيء. راهو وقتنا يبدا يلزم تفرغ المدرب نخبه، يلزم تفرغ. هذا باش تقول لي برا درس يا خويا، يا ندرس يا ندرب. انا سنه في بالك بطلت، قلت له ما باش نمشي ندرس، بطلت من هنا لقيت روحي في مشكله، ما لقيتش وين نمشي ندرس. انا تويك حاليا ما نعرفش على روحي وين نمشي نباشر. راهو مشاكل معناها قانونيه بحته، ما عندناش قانون يحمينا احنا المدربين. لونتري سكولير تاو دون دو جور ما تعرفش. والله لا نعرف. تفرغ للروعه باش تخدم المكتب اللي انا كنت فيه من تلمو ولات فما مشاكل نتاع الترخيص هذه نتاع الغيابات وكل شيء، حلت السونتر اللي انا نخدم فيه حلت، قالت لي برا شوف بلاصه اخرى. فهمني من الاخر راهو ما عندناش قانون يحمينا كمدربين. والله هي روعه كيفاش انتم يبرتوربيكم هذه معناتها كذا ليزونترونور نتاعكم معناتها هما متقلقين زاد ايضا باش يقلق خليكم انتم في وضعيه صعبه، ما خليكش انت مركزه تقعد انت ديجا صارت لك وسافرت ومشيت للستاج معناتها ديجا تقلقنا منها هذه في وسط العام وحسيت منها برشا يعني ديجا كيما قال هو وصل بطل وانا من با سمعت كلمه بطل والليسكول تعرف انا عندي يا اكحل يا ابيض يا تكمل يا قص يعني باش نجي الراجل كيما خالك هذيك شهريته مسمار في حيط وهذيك اي مدرب باش يمشي يميل باش يميل شهريته خاطر هذيك خدمته هذيك اللي قاري عليه كل شيء دونك يختارها هو على التفرغ باش يكمل يرنينا احنا ان شاء الله. انا امنيتي ان شاء الله خاطر خذينا منها عهد البارح من وزير الشباب والرياضه اللي هو باش يدرس الموضوع واحنا طرحناها الاشكاليه هذه باش نخدموا على ارضيه صافيه خاطر كيما قلت انت فما ديزاتليت تتاثر بالشيء هذاك خاطر لونترونور يقوم برشا ادوار راه ما يقومش كان بالتدريب في الملعب وخارج الملعب راه هذه الرياضه البارالمبيه القوه نتاعها غادي خاطر عندك عباد ديزونديكابي عندك عباد على كروسه عندك عباد سخاها مقصوصه لازم انت تتفرغ لها بالكل. انا كشخص ككاركتير من اصعب الكاركتير نشهد على روحي صعيبه برشا واللي لمس السيركل نتاعي انا نعضه هو ديجا كي حب يخرج من السيركل هذيك قلت له تمشي تخدم ما عنديش الحق الكل يعرفوني بقيت وحدي وسافرت فيها لكرواتيا وعاودت رجعت خاطر بالحق لو عندنا كفاءات لازمنا نستحفظوا عليهم لازمنا حتى في التكريم المادي ندعموهم خاطر شهريتهم تحشم راهي بالرسمي تجي تسال كاونترونور خاطر انا كان جبنا اونترونور اجنبي باش نخلصوه بالملايين وكي عندك اونترونور تونسي وصاحب كفاءه ديجا كيما قالوا في البلاتو فرونس 24 نحب نقول حاجه اول ما سالني المذيع وحكي معايا خالك احنا العرب تبارك الله قدمنا وتطورنا انا باش نحكي لك على السعوديه نحكي لك على قطر نحكي لك على الامارات الكلها مشاو في منوال التوانسه والمدربين كفاءتنا احنا موجوده غادي ونشكروهم اللي هما وصلوا الصوره المزيانه على تونس وطلعوا منها ابطال ودخلوا حضاره الرياضه وكما دام زهور نحب نشكرها اللي هي دخلت الرياضة النسائية في السعودية وحاجة فرحتني برشا اللي احنا كفاءتنا مشيت لغيرنا اللي نخلوا
دول العرب ديجا اول ميداليه عربيه ترسلت لهم ودخلت في التاريخ، كلك سوا الكويت، كلك سوا السعوديه، كلك سوا الامارات، هذا فخر بالكفاءات. دونك يا سلطه الاشراف اعطوا قيمه العبيد ذوما، خاطر قيمتك احنا في دوله بالحق الوضع الصعيب، القيمه تتوج بالقيمه الماديه. انا عندي قيمه المعنويه اعطاها لي الشعب اللي هو قال لي راك كفيتي وفيتي. ان شاء الله سلطه الاسراء الشراف تعطي القيمه هذه، كلك سوا في بريم دو ميداي ولا كلك سوا في الشهري، راهي شهريتنا تحشم. راه تو انا توك شهريت الاول ثاني ثالث الكل نخلصوا 1000 دينار اللي هي ما تجيش. يعني كفاءات كيف كل عبد على قد الميداي باش تخليه هو يطمح باش يكبش في يقدم لك في الدوزيام، يقدم لك في التروازيام. كما قالك لولا، لولا راهي ضريبتها كبيره برشا. راه بالرسمي راهو الصعود القمه ساهل، الكل نجم تصعد، خاطر هما اصحابنا لاقين شكون الفوق الكلهم باش يمشوا. اما دونك خلينا نشدوا احنا العبيد ونكبشوا فيها. دونك شوفوا لهم وضعيتهم الاجتماعيه، يعطيهم تكريم دو ميداي، مش الاولى تاخذ عليها 100، ثانيه تاخذ عليها 50%. هذه حاجه ما تمشي باهيه بالحق. راه والاول بخيم اللي نتاع زاد ايضا ارقام القياسيه، الارقام القياسيه انا حياتي كل عام ارقام قياسيه، هذه دقيقه ما خلصتش حتى عليهم على واحد. هذه احنا نحكيوا فيها لو كادو ياسين القنيشي، هذه ماذا بينا تبقى وياسين القنيشي يفكرك في الشهاده. ياسين القنيشي شكر خاص لياسين القنيشي، وشكر خاص للعباد اللي جوا المرتبه الاولى، وشكر خاص للعباد اللي ضحات حبه مساكن حتى الاحساس كي يشوفونا احنا. والله فما اوقات خبيت الميداي في جيبي، خاطر تلقى واحد هز واحد لا، خاطر اللي ما هزش عنده ظروف خاصه. تو سمر بنكو عليه تي بنت قفصه النوم ما تصبش برشا، تي طفله ما تعرفش تريرها في المطر، جتها كومبيتيسيون في المطر اش عملت؟ طاحت فيهم الكل. اللي هي اول ما خزرت لها انا قلت سمر عندها ميداي، وحدي بيني وبين روحي نوجه لها الشكر اللي انت لعبتي اما حسيتها تعلمت درس. ياسين القنيشي خسر لكم ميداي، اما خذا كف لا يقرا لا يكتب. الانسان هذاك باش يتعلم يصنع يفك بلاستو بلاستو، خاطر ادفرسير يجي طايش لك 2 متر. انا جربتها في طوكيو عظامي بردت نرعش كل ما عادش عارفه، اما خرجت مني طاقه ربي سبحانه وتعالى، فما صنعت القوة الروحي. هذاك علاش الظروف اللي مرت بياسين القنيشي باش يصنع منها، ظروف اللي مرت بوليد كتيلة باش يصنع منها، واحمد وهو باش يحكوا لكم الزوز دو زارجون، اما خذوا منها درس، خاطر مشاكل فما مشاكل راهي حصلت. راهو ما يوصل عبد ينحي له ذهب، راهو عنده علاش ناحية الذهب. اكيد اكيد، وهذا اللي خلي ان شاء الله نبنيو عليه ان شاء الله بعد شويه، واحمد وباقي الرياضيين ورجاء جبالي اللي هي اول ميداليه عندها بالنسبه على مستوى الالعاب البارالمبيه. وجهي ولا رؤي تراو فيهم الدعم لي كونترا تحذيراتكم، اذا امن الله يقرا ايضا انت ماذا بكم زاد ايضا تبداو مرتاحين حتى على مستوى المعيشه نتاعكم، حتى على مستوى ضمان المستقبل نتاعكم. رؤي صحيح احنا تو صحيح معناتها قاعدين ناخذوا في بريم على الميداي، لكن قاعده تصير معناتها اشكاليه انه معناتها ديما الميداي الثاني نقصلك عليها 50% والثالثه زيد نقصلك عليها اكثر. هذه معناتها فهمناش علاش اللي نورمالمون واحد كي يعمل ميداي ثاني نورمالمون زيد يشجعوك اكثر، معناتها مش زيد ينقصولك. وفما اشكاليه اخرى معناها هذا البرنامج هذا يتم مراجعته، خاطر حتى استثنائيا خاطر ظرف صعيب للرياضيين هذوما. دونك او موان المره هذه اليكسيبسيون معناتها في باريس هذه 2024 احنا ما شاء الله عليهم اولادنا، او موان 2000 هذه اكيد فيها راهو عملوا عليها جلسه عام. ما حبيتش نيغوسي حتى في حكايه، حبيت نعمل حكايه نضمنوا على يعني حقنا اللي هو يعملون الكونترا يتبدل. راهو 100,000 دينار اللي حاطينها راهو عندها قديش من عام ما تبدلتش ونفسها، خاطر فما ما نقولوا كلمة حق لي فاليد كي ياخذوا من الوزارة وياخذوا من اللجنة الأولمبية باغ اكزومبل. احنا ما عندناش احنا لجنة باش تاخذ، لجنتنا مازلت في الأول. يعني احنا ماذا بينا كي نتكرموا نتكرموا كيما الأسوياء. علاش احنا ديما نقول راهو فما العدالة، فما المساواة، ما فماش العدالة الصحيحة باش نمشوا فيها الصحيح. يعني تتمتع باللي يتمتعوا به الآخرين، كيما أنت قدمت حاجة تاخذ عليها حقها. الدعم هذايا احنا تو باش نحكوا باغ اكزومبل، مش باش نحكوا على العرب ولا ها، باش نمشي لك للجزائر. تزاير يعني الفلوس اللي تعطيها مش كيما تونس. المغرب كي تعطي، انا ديجا حكيت قلت لهم يا ولادي بدلوا في الشهر بدلوا، راهو حتى الدعم المادي راهو يرتاحنا حتى نفسانيا، خاطر عندنا عائلات ورانا عندنا عباد مسؤولين ورانا. راهي فلوس الميداي نصرفوا بها، ديجا ننفستي في فلوسي في سبوري، سبوري راهو مش من فراغ. انا الدوله كي تصب لي روتار نخدم معاها بالمحول، ناخذ انا من جيبي ونحاول نمنع استاجي، نحاول نمنع النواقص نتاعي باش نبقى نسيرف على الناس الكل. فوالا فينا الحضاره هذه راهو لي زونديكابي الوحيدين اللي في ميتينغيت دبي ولا ميتينغيت البرا يجبدوا من عندهم وباش يمنعوا كومبيتيشناتهم. هذه ري سيرار وحتى فوالا حتى على الشهري قاعده تبت عليكم شويه، ديجا فما برشا رياضيين معاكم بمنحه
مساحه قليله وايضا بالتيتر نتاعهم قصوها ولا اللي عندهم 5 و6 انت تجي لعبه تقص له شهريته اللي انت عارف ظروفه هذيك انت انسان هانديكابي يعطي حتى منحه كما نادي ولا فتحيه والا والا مروه ولا البلد معناتها ولا سعيده يصرفوا منها عندها ما سعيده نقولوا عندها تيتر اما فما فما عبيد كيما نورهين كيما فما عبيد راهي خدمه جنود خفاء وما خولهاش باش تكسب اما مادام هي من العشره الاوائل احنا ديجا النمبر نتاعنا 30 ولا شخص يعني مانيش برشا على الاقل في عاد سي علي الله يرحمه كان يدعم العبيد ان شاء الله نمشي على منواله علاش احنا ديما نوخروا بالتوالي شهريه راهي ما فيها حتى شيء حتى انت سلطه الاشراف تنجم تدبر له خدمه في اي بلاصه مش لازم تعطيه تيتر ومعطي اوفري يشد بها يده خاطر بالحق راهو سبورنا يحب فلوس احنا بربي ماهر الرحماني كي تقصت له شهريته ماهر الرحماني كان مشارك في الالعاب البارامبي على مستوى البارا افيرون وشهريته 4 شهور تقص الراجل معناتها بلاش شهريه يتي اوبليجي باش يجاري وحده وحياته اليوميه واليوم نمشي يشارك احنا عنا اول مره يشارك في البارا افيرون ان شاء الله الوضعيه نتاع ماهر الرحماني وفتحي والولاد الكل تكون يسمعوهم ونعاونوهم كان الجامعه كان وزاره الرياضه كان سلطه الاشراف محمد علي احنا والله في مش نفرح برشا انا بالميداليات خلينا نلقاو روايحنا اونكوغ اون فوا نحكيو على المشاكل ان شاء الله المره هذه المشاكل تتحل شويه هكا بدينا نحكيو فيها اليوم بدينا نحكيو فيها في سبتمبر قبل 4 سنين تقريبا من لوس انجلوس ما نقعدوش نلقاو عام الجاي نفس الحكايه مع بطوله العالم وقبل لوس انجلوس نعاودو نحكيو في نفس الموضوع انتم ديما منورينا محليهم الميداليات نتاعكم كوتش عندك نحب نشكر الجمهور اللي جانا اي يا سير درابو تونس في الفردان كله درابو تونس صغاريت العباد اللي جات نشكرهم تفرجوا فينا ان بوبليك فورميدابل هذيك اكثر 5 العاب بارالمبيه ما اكثر وحده حسيت بايموسيون كبيره ياسر عباد تعلق فيا وتبوس فيا وتبكي هذاك اللي عشت مبروك تونسي 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله يعطيكم الصحه كوتش والله النتائج هذه اي نفرحوا بهم عاد لكن خلينا نكملوا الجمعه واحنا فرحانين بعد لا انا حبيت نشكر برشا جنود ثم جنود خفاء معنا نحن مع بار لي زاتليت والمدربين اللجنه البارالمبيه رئيس معناها الجامعه ثم زاد اداره في الجامعه بصراحه يخدموا معنا ويسهلونا في باش نستقبلهم في دوسياتنا في كل شيء زاد نقدم لهم تحيه ونشكروهم و سورتو سونيا نحب نوجه لها ميساج انت راك البراد روا نتاعنا في الجامعه انا عندي ثقه في سونيا تبارك الله عليها من اكثر وحده تخدم بقلب ورب ولميا والبنات ان شاء الله ما نكونش ايمان وحده اخرى ان شاء الله ناجي هذوما الساعه الحاره البنات وعلى راسهم رياض هذوما الخميسه كعبيت نحب نقول لهم يعطيكم الصحه تمنيت يكونوا موجودين في المطار اما لا غالب ما نعرفش شنو علاش والله لا نعرف علاش هكاك هذاك تمنيت العباد هذوما بالحق اللي لازم نشهروا بهم هما اللي قاعدين يركحونا في دوسياتنا وهما اللي قاعدين ينظمونا في استاجيتنا واحنا نستنيكم على 4 سنين احنا ديما ديجا عندنا دي ميتينغ وعندنا بطوله العالم دونك مازلنا باش نعيشوها ليزون دي كابي ما يحكوش عليهم لي ميتينغ احنا تجاوزناهم احنا نحكوا على نحكيو حتى 4 على 4 لا ان شاء الله يعطيكم الصحه وجهي تحيه للعائله نتاعك زاد ايضا ما ننساوش اكيد اكيد نقدم تحيه للشعب التونسي الكل الحقيقة هذا أكثر واحد حشيم الحمد لله ما كملهم 42 خليهم الحقيقة فرحة كبيرة في تونس وخارج تونس الحمد لله يا ربي فيهم ورينا الميداي ورينا الميداي نتاعك هكايا بالقدام زيانة هكايا فوالا قدام عليها الميدالية تكمل عندنا قداش من عام ما خذيناش ميداي في الماراثون رجع لنا الفرحة وجدي من 2012 ما ذقناش ميداي وحاتم زاد يعطيه الصحة عمل عليه غير يخمم في العرس حاتم جاي خمسة حاتم سيدي ان شاء الله ان شاء الله اما وجدي بالحق ربي بقى عليه الستر وان شاء الله يفضل لنا في الماراثون يعمل بصمة نتاعو وترجع انت وحاتم ان شاء الله في ان شاء الله ان شاء الله في لوس انجلوس ان شاء الله ثانك يو بلاس مالوريزمون ما كانش ميداي قبل كان قريب برشا من الميداي ان شاء الله في 2028 يكون ميدايابل ونقدم تحيه لاهالينا في جندوبه الحقيقه جندوبه ما فيهاش وجد بوكحيلي وامين الله تساوي بركه فيها برشا ابطال ان شاء الله غير توفر لهم الامكانيات اللازمه ان شاء الله علاش لا ما يكونش فما مركز نخبه في جندوبه ان شاء الله تكون فما نظره في الموضوع ويكون فما مركز نخبه في جندوبه نقدم تحيه الاهالينا في جاتي نقدم تحيه للعائله وبالاخص الوالده اللي بالرسمي تشجع فيا وواثقه اني باش نوصل نحقق الاوبجيكتيف هذا من اللي بديت في السبور الحمد لله اليوم حققت ميداليه ذهبيه والحمد لله تعبها ما مشيش خساره الحمد لله رؤي نقدم تحيه كبيره لماما وبابا اللي اكثر عبيد بالحق وقفوا معي وضحوا معي
وتحية شكر للمدرب نتاعي اللي رغم الظروف اللي تعدينا بها معناها كان ديما واقف معايا. حتى هو في الخدمة نتاعو صارت له شوية مشاكل. صارت له برشا مشاكل في خدمته ديجا معناتها أحكي عليها حتى في البرنامج معناها نتاعو كي يجيبش يحط ستاج في الدات الفلاني ما نجمش معناها نمشوا في الدات اللي حاطه هو بحكم معناها الإشكالية اللي صارت له. وتحية كبيرة للرياضيين اللي شاركوا معنا في جو بارالمبيك واللي ما حالفهمش الحظ باش تحصلوا على ميداليات ويطلعوا على منصة التتويج. أنا متأكد اللي ما فما حتى رياضي معناها مشى معنا ما عملش ميداي بخل معناها باش ما ترفعش راية بلادنا عالية. ونقول لهم إن شاء الله الجاي خير وتحية لكم وتبع الاستضافة. شكرا لكم وديما سعادة باستقبالكم.